أما والدي فحمل مسدسه واتجه للقبو. لحقت به أنا والتوأم. لقد دفعت عن نفسي، ليس ذنبي. كان ينبغي أن يقتلك أبي عند ولادتك، لقد عشت بما يكفي. مرحبا، أنا آدم. بعدما وجدت عمي وعدنا به إلى قبو القصر، جاء أبي في صباح اليوم الموالي. رغم محاولات جدتي بإيقافه إلا أنه أصر على قتله. أتريد قتل أخاك بعد أن قتلت ابنك؟ إنه ليس أخي وليس بابني الذي قتلت، إنهما وحشان ولا ينبغيان عليهما العيش لحظة واحدة. نظرت بحيرة، أبي قتل ابنه وفقد زوجة سابقة، ما كل هذا؟ جلست جدتي على الأريكة تبكي، حضنتها عمتي. أما والدي فحمل مسدسه واتجه للقبو. لحقت به أنا والتوأم. لقد دفعت عن نفسي، ليس ذنبي. قتلت بما يكفي، ينبغي أن تموت. دمعت عينا عمي. أرجوك، كانا سيقتلانني إن لم أقتلهما. كان ينبغي أن يقتلك أبي عند ولادتك، لقد عشت بما يكفي. أطلق الرصاص علي فمات من فوره. التصقت أحلام بي وبكت. لا يحق له فعل هذا، لقد كان لطيفا معنا. إنه القصاص، لقد قتل 4 ضحايا. عدنا للبهو عند جدتي فوجدناها تصرخ. ابني الغالي لقد رحل للأبد، وبدأت بالبكاء. غادر والدي القصر دون أن يودعني حتى، ومنذ ذلك اليوم لم يسأل عني ولم يعد لزيارتنا. لم نعلم أخباره، فقد قطع تواصله معنا وبكل من في القصر. قامت جدتي بتولي رعايتي. انتهت العطلة الصيفية بمساوئها. غادرت عمتي وتوأمها وبقيت وحدي أجدر أحزان ما جرى هناك. سألت جدتي يوما، هل كان والدي متزوجا قبل والدتي؟ نعم، لكنها ماتت. وما قصة ابن والدي الذي قتله؟ طأطأت رأسها متحسرة. بعد زواج أبوك من زوجته الأولى أنجبت له مولودا يشبه عمك شكلا. عند بلوغه 2 سنين قام بأكل والدته. رآه والدك في تلك الحالة فلم يملك أعصابه فقتله. والدي أنجب مسخا أيضا. نظرت إلي بغضب. إنه ليس مسخ، إنه إنسان، لقد حملت به أمه 9 أشهر. لم أشأ إزعاج جدتي بأسئلة أكثر من ذلك. مرت السنوات، كنا نلتقي فيها أنا وأحلام كل عطلة صيفية في قصر جدتي. كانت أحلام تدفعني في كل مرة كي أسأل جدتي عن سر عمي وأخي ولما يولدون بهذه الطريقة. لا يمكنني سؤالها، إنها تبكي كلما تذكرت عمي. ولكن كيف استطاع والدك إنجاب مسخا من زوجته الأولى ولم ينجبه من زوجته الثانية؟ ولماذا والدتك لم تنجب مسخا؟ لا أعلم، أنا لم أصدق بعد حكاية إنجاب المسخ هذا. أعتقد أنهم يحضرونهم من منطقة ما ويربونهم. لا أظن، لقد أقرت لي جدتي بأن زوجة أبي حملت به 9 أشهر ثم أكلها في النهاية. الأمر مروع. مرت السنوات تباعا، كبرنا أنا وأحلام، ولا زال سر عمي وأخي مطويا. أكملت دراستي ثم قررت البحث عن والدي مجددا. ذهبت لجدتي وسألتها، أين يكون يا ترى؟ هل اختفى من قبل بهذه الطريقة؟ أين يمكنه الذهاب؟ لا يهمني أمره ولا أريد رؤيته مرة أخرى، أريد أن أبحث عنه وأجده. إذا وجدته لا تحضره إلى هنا. اتصلت بأحلام وأخبرتها بما جرى. آدم، دعك من البحث عنه، سيظهر مستقبلا لا محالة عندما ينسى حزنه. أحلام، لقد قررت أن أتزوج وأريد أن يحضر والدي حفل زفافي. يا ومن ست الحسن التي اخترتها؟ أنت. أنا ومتأكد من قبولي حتى تقرر إقامة حفل الزفاف.
وهل يوجد أحد غيري في حياتك؟ صمتت لحظة ثم قالت: يجب أن أقفل الخط الآن، أنا مشغولة. حسناً يا خجولة، أقفلت الخط وتركتها تفكر في الأمر. أعلم بأنها توقعت مني هذه الخطوة منذ وقت طويل. أخبرت جدتي بالموضوع، فرحت بشدة وحضنتني: مبروك. ثم تبددت ضحكتها ووجمت: خيراً، هل هناك أمر ما؟ لا شيء. ألم تعجبك العروس التي انتقيتها؟ لا، بالعكس، أحلام أنسب لك. إذن لماذا هذا الحزن الذي خيم على وجهك فجأة؟ انسى الأمر، سأخبرك عندما يحين الوقت. مرت الشهور وتزوجت أنا وأحلام. انتظرت حضور والدي طوال فترة حفل الزفاف، لكنه لم يأتي. قررت وأحلام السكن مع جدتي كي لا ندعها لوحدها، لكن جدتي منذ أن تزوجنا وهي ممتعضة. كان يوجد أمر يحزنها، لكن لم تشأ إخبارنا. ما بها جدتي؟ إنها ليست على ما يرام منذ أن أخبرتها بأنني سأتزوجك. لا أعلم، ربما أرادت عروساً أخرى. لا، ليس هذا هو السبب. اسمع، لدي شيء يفرحك وربما سيزيل حزنها ويبدله فرحاً. خيراً، ما هو؟ أنا حامل. فرحت لسماع الخبر. أمسكت بيدها وقلت: لنذهب عند جدتي، ستفرح لأمرنا. طرقت باب غرفتها ودخلت. كانت جالسة على سجادتها وتدعو، لا زالت تدعو لعمي في كل صلواتها، لم تنسه أبدا. جدتي، لدي خبر مفرح لك. خيرا. أحلام حامل، هناك مولود جديد قادم في الطريق. انصدمت جدتي لما قلته، نهضت من السجادة وتحسست بطن أحلام. قالت: هل أنت متأكدة يا ابنتي؟ نعم أكيد، ولكن ما الأمر؟ يجب أن تسقطيه فورا. ماذا؟ لماذا؟ إذا قمت بولادته ورؤيته فلن تستطيع التخلي عنه. ولماذا أتخلى عن فلذة كبدي؟ طأطأت جدتي رأسها متحسرة وتمتمت: اللعنة، عليك اللعنة أيتها الساحرة. جدتي، كيف تطلبين منا إزهاق روح؟ هذا لا يجوز. القرار يعود لكما، أنا نصحتكما، هل يمكنني أن أعرف السبب؟ لكنها صمتت مطولا ثم قالت: سأخبركم على طاولة العشاء. أصدقائي، هل تريدون معرفة سبب رفض جدتي لهذا الحمل؟ تابعونا في الحلقة القادمة لتعرفوا السبب والسر الذي تخفيه جدتي عنا.